ان احنا نكون بدانا الخطوه دي في وقت رمضان ومن قبل رمضان كمان، ان انا اكون اصلا انا طالعه من رمضان من اهم المكتسبات تحصيل التقوى لرب العالمين. قال في يعني ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمفترض ان احنا طالعين من رمضان اغلبنا وبنسبه كبيره جدا محقق مفهوم التقوى، ان هو بيتقي الله جل وعلا. ومن جمال الاخلاق اللي احنا بنشتغل عليها في رمضان وبنطلع بيها بعد رمضان الخشوع في الصلاه. الخشوع في الصلاه ده هو الاساس اللي بيخليني انضبط على صلاتي. الخشوع في الصلاه هو اللي بيخليني كده اول ما بسمع الاذان قدر استطاعتي لو ما فيش حاجه يعني ملتزمه بيها في التوقيت ده بالدقيقه كده انا خلاص بكون في صلاه. احب الاعمال الى الله جل وعلا الصلاه على وقتها. انا مجرد ما افهم اصلا بعض المعاني عن فضل الصلاه بتكون سبب كبير ودافع ان انا احافظ على صلاتي. الصلاه على وقتها احب الاعمال الى الله. كتير مش عارف المعنى ده. ايوه احنا عندنا وقت ممتد من الصلاة إلى الصلاة، جميل. لو حد عنده شيء أو حد عنده حاجة مهمة بيعملها فوقت ممتد بين الصلاتين، لكن طول ما أنا محافظة على الحب عند الله ده بيخليني أنا قريبة من الله جل وعلا وحافظ على هذه الصلاة. طيب أنا ما حافظتش في ده في رمضان، وخلينا برضو مع أسئلة قطاع كبير ومن شباب كمان، أنا ما عرفتش أحافظ في رمضان، رمضان عدى مني وأنا ما كنتش محقق الأمور دي، أو حتى الأيام الأخيرة الناس بتكون شوية مشغولة بتجهيزات العيد ونعمل إيه وهنسافر فين وهنعمل إيه، فممكن يبقوا كانوا كويسين في الأول بعد كده جه في الآخر الدنيا هديت منهم، يعمل إيه فعلا عشان هرجع يبدأ تاني. هرجع تاني وأحط نفسي على الطريق، مفيش أي مشكلة. وده من جمال ديننا، رب العالمين يمهلنا ان شاء الله. طبعا مش بنقول ده على الملأ قوي كده، لان في دايما محدش عارف يعني القدر هيقف بيه لغايه فين او عمره قد ايه، ودايما بنقول رب العالمين اللهم اطل اعمارنا يا رب جميعا بالعمل الصالح واختم لنا بخاتمه السعاده. لكن دايما بنقول لو حد شايف انه يأس ومش عارف وما التزمش في صلاه انا كده اعمل ايه، ارجع تاني، خد نيه وتوب الى الله جل وعلا، ويا رب انا باخد الطريق من الاول تاني. حتى لو فاتني رمضان، حتى لو فاتني رمضان، الصحابه رضوان الله عليهم كانوا اصلا بعد شهر رمضان بيقعدوا 6 شهور يسأل يدعو اللهم تقبل منا رمضان. 6 شهور بعد رمضان على فكرة، تقبل شهر بس بعد، وبعد 6 شهور اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان 6 شهور تانية. فتخيلي شوفي جمال الصحابة اللي هم الصحابة الجيل العظيم. فأنا بالنسبة لي مش مجرد طلعت كده أنا الحمد لله خلاص مغفور لي وأنا وضامن الجنة بقى خلاص، لا مش كده أبدا. ففكرة أن أنا دايما المسلم دايما عايش كده بجناحي الخوف والرجاء، أنا بخاف رب العالمين وأرجو رحمة رب العالمين، فالأمرين دول أنا ماشية بيهم دايما. دايما نقول لكل حد عنده خوف لا في رحمة ربنا واسعة قوي، وخلي بالك باب ربنا مفتوح علشان نجنب هذا الأمر ونخليه عنده أمور إن هو يكمل وتكمل. لأن في ناس عندها من الخوف من ربنا وإن هي عملت الذنوب ومش هتقدر تكمل ومش هتقدر، تحس إن هي خلاص إلى نار والعياذ بالله وما تقدرش تمشي على الطريق، اللي هو انا ذنوبي كتير قوي يا ترى ربنا هيتقبل كل ده على حسب اللي قدامي ببدأ اقول لا. يعني حد مثلا لا ده انا عندي ذنوب وكله وعايش عليها وربنا رحمته وربنا غفور رحيم وانا عادي وربنا يدخلني جنته، لا انا بمشي دايما بالخوف والرجاء جناحي المؤمن كما قال اهل العلم. ففي الحاله حسب كل حد بنبدا اعرف انا بخاف من ربنا وعارفه ده، لكن حصل لي امور او كسلت شويه او كذا، لا ان شاء الله رحمه ربنا موجوده كده واخد الطريق من اول والتزم بهذه الامور. ده احنا عايزين نقول للناس كمان التزموا على السنن مش مجرد الفروض، عشان كده بسألك هو الفرض ولا السنة؟ لا في ناس فعلا بتبقى ملتزمة بالسنن طوال الشهر، لكن بتيجي بعد كده بتصلي الفرض من بس. من جمال السنن القيام، قيام الليل دأب الصالحين ومغفرة الذنوب. قيام الليل ده بيرى أثره في وجه العباد، يعني في صبيحة كل يوم في كل ليلة هم قاموها. قيام الليل ليه أثر بيرى، ليه أثر بيرى على قسمات الوجه، ليه أثر بيرى في كلام الإنسان، ليه أثر بيرى في عمله اللي بيشتغل عليه وبيجتهد عليه لتحصيل الأرزاق. فقيام الليل أمر مهم، فمش معقول نكون إحنا حافظنا على قيام ليل يعني 11 ركعة التراويح وكمان ممكن كمان التهجد بعدها ويجي بعد كده كل ده ينقضي، لا احنا ان شاء الله هناخد النية بقى ونجدد العهد كلنا مع بعض كده ان يبقى في استمرارية في هذه العبادات وقليل منها. والله لو جبنا حتى ركعتين، لو قيام الليل بركعتين وأوترنا، لو قيام الليل بأقل الوتر ركعة واحدة بس ما سيبش هذا الأمر بالكلية، هدخل في فضل يعني فضل قائمين الليل، هندخل بالفضل ده على فكرة، بإذن محدش يأس حد من رحمة ربنا، فيا رب يتقبل منا إن شاء الله.